للحديث عن المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمن تحت وطأة انتهاكات ميليشيا الحوثي، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران. أستاذ عرفات، مرحبا بكم. يعني الحكومة اليمنية حذرت مما سمتها المأساة الإنسانية الوشيكة في اليمن جراء تزايد النزوح خاصة في محافظتي مأرب وشبوة بسبب التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، لكن بداية لو تصف لنا الأوضاع أكثر في هاتين المحافظتين وأيضا المحافظات التي تستقبلهم. تفضل أستاذ عرفات. مساء الخير عليكم. أهلا بك سيدي الكريم. حقيقة الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام يعني كارثي، وبالذات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية ومناطق أيضا الصراع المسلح الذي يعني صعدت في هذه الأيام تصعيد في محافظة مأرب وشبوة. نعم. وهناك يعني نزوح جديد ربما للمرة الخامسة أو السادسة، يعني ما يقارب 3000 نازح خلال هذا الشهر، وايضا عدم وصول مساعدات انسانيه، وكذلك حصار بعض المديريات واستهداف ايضا مديريات كثيره. كما ان النازحين يعني في هناك اكبر تجمع للنازحين في اليمن موجود في محافظه مأرب، ما يقارب 2 مليون ونصف نازح، وهؤلاء لا يتلقون مساعدات بشكل جيد ولا تصلهم يعني المساعدات المطلوبه. ربما ينامون وهم جوعى ولا يتلقون يعني إلا ربما وجبتين في اليوم كما جاء في تقارير المنظمات الأممية. وأضف إلى ذلك أن الاستهداف للنازحين متعمد من قبل ميليشيا الحوثية، وهذا يعني زاد المأساة. الأصل أن النازحين والمدنيين يعني أكثر حماية من غيرهم كونهم مدنيين. نعم. وهم محميين بموجب القانون الإنساني الدولي وأيضا مواثيق الأمم المتحدة، لكن هذه الميليشيات تعمل على يعني زيادة الوضع الإنساني، كما أنها تمنع المساعدات الإنسانية وتنهب كثير من هذه المساعدات. أستاذ عرفات، ولدينا أيضا إشكالية. أستاذ عرفات، يعني كما تفضلتم هذه الأوضاع تأتي في ظل حديث برنامج الأغذية العالمي عن 16 مليون يمني ينامون جوعا كل يوم، لكن كيف تقيم جهود الجمعيات الإغاثية الدولية لإنقاذ هذه الأرواح من خطر الفناء جوعا؟ كيف تقيمها؟ طبعا يجب أن نعرف المشاهدين أن اليمن حصلت على مساعدات كثيرة، هذه المساعدات تكفي اليمن وربما تكفي أفريقيا. طيب. يعني نحن اليوم حصلنا على أكثر من 32 مليار دولار استلمتها هذه المنظمات الأممية. مدير الغذاء العالمي قال قبل أيضا أكثر من سنة أو سنتين، قال أن 60% من هذه المساعدات يعني نهبها الميليشيا الحوثية وأنهم يسرقون الطعام من أطفالها، رغم أننا أكثر من 5 سنين ونحن نحذر هذه المنظمات ونرسل لهم التقارير بالفيديو والصورة أن الميليشيا تنهب المساعدات. نعم. الآليات التي تتخذها هذه المنظمات يعني آليات لا تخدم تحسين الوضع الإنساني. المركز الإنساني ما زال موجود في صنعاء تتحكم به ميليشيا الحوثية. المنسق الجهود الإنسانية في الأمم المتحدة زار مأرب في 1 إبريل من هذا العام، وأيضا زار النازحين ووعد بنقل المركز الإنساني إلى مأرب وعمل جسر جوي من أجل إيصال المساعدات الطارئة إلى النازحين، لكن هذا لم يحصل، ونحن اليوم يعني يمر علينا ما يقارب 6 أشهر، وهناك وعود كثيرة من هذه المنظمات وآليتها أيضا لا تنسق مع الحكومة الشرعية، هي تنسق مع ميليشيا الحوثية، هي أيضا تدخل المساعدات عبر ميناء الحديدة. نعم. وهذه والميناء الحديدة تحكم به ميليشيا الحوثية، وهناك 6 منافذ ممكن أن تدخل منها بطريقة آمنة، ولكنها لا تستجيب لنداءات وجهود الحكومة الشرعية، رغم أن الحكومة الشرعية هي التي وقعت 36 اتفاقية مع هذه المنظمات، فكيف يعني نعمل اتفاقية مع الحكومة الشرعية ونذهب لننفذ هذه الاتفاقية مع ميليشيا إرهابية؟ وهكذا يعني نحن المواطنين بين كماشتين، بين يعني كماشة الميليشيا الحوثية. نعم. وقطع رواتبها وأيضا
تدهور الاقتصاد فيها، وايضا كما شهد فساد المنظمات الاموميه التي يعني تعمل مع هذه. ولكن استاذ عرفات، ولكن المنظمات الدوليه من جهتها تقول ان منع وصول السفن من جهه وسرقة ميليشيا الحوثي المساعدات من جهة أخرى هي التي تقف عائقا أمام إيصال المساعدات، لكن السؤال المطروح هنا ما الدور المنتظر من مجلس الأمن لإيصال هذه المساعدات؟ نحن نريد يعني من المنظمات الأممية أن تعمل بالاتفاقات الدولية، لا لسنا بحاجة إلى قرارات من مجلس الأمن، لأنه لدينا أصلا قوانين ومواثيق موقعة مع هذه المدنيين محميين بموجب القانون، النازحين الأشد ضعفا محميين، المساعدات يجب أن تصل إلى كل محتاج دون تحكم أي طرف، الممرات الآمنة يجب أن تكون موجودة حتى في حالة الحصار، إداءة الجرحى والأطفال والنساء يجب أن تتواجد، منظمة الصحة العالمية يجب أن تتواجد، منظمة اليونيسف من أجل إنقاذ الأطفال يجب أن تتواجد، المركز الإنساني أيضا، النساء التي يعني تحتاج الى رعايه صحيه، كل النداءات التي اطلقناها لا تستجيب هذه المنظمات لها وتتاخر فيها وتعطي مساعدات متاخره، وايضا يعني لا يعني لا تستجيب يعني لا للحكومات الشرعيه ولا المنظمات المجتمع المدني شركائها يعني في العمل. هذه هنا نحن مشكلتنا ليس المساعدات، وجود الاعداد او نقصها، مشكلتنا الآلية التي تتخذها هذه المنظمات مع الأمم المتحدة. إن لم يكن هناك تغيير لهذه الآلية ويكون هناك دور يعني أفضل واحترام للمواثيق الدولية، فلا معنى لأي قرارات ممكن أن تتخذها الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. يجب أن يكون المدنيين والنازحين يعني بعيدين عن الصراع المسلح وتدخل لهم المساعدات، أو تقول هذه المنظمات والأمم المتحدة والوعود الأممية من هو الطرف الذي يقوم بعرقلة هذه المساعدات، من هو الطرف الذي يقف عائق امام تحسن الوضع الانساني، وتقول لنا ايضا اين ذهبت كل هذه الاموال التي وصلت الى المنظمات وجمعت في مؤتمرات المانعين، وهي حق لليمنيين يجب ان يسال يعني من حقهم ان يسالوا اين ذهبت كل هذه الاموال ولماذا لم يتحسن هذا الوضع. اكثر يعني الاسباب هي يعني ربما تجيب عليها نعم استاذ عرفات المنظمات الامميه. من الرياض رئيس منظمه رصد للحقوق والحريات عرفات حمران، شكرا جزيلا لكم.